بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي هذه الأمانة التي أشفقت الجبال وأشفقت الأرض وأشفقت السماوات عن حملها؟ وذلك لعظم هذه الأمانة. ما هي هذه الأمانة؟ الأمانة هي هذا التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لبني آدم. هذا التشريع، هذا التكليف هي الأمانة، ويدخل فيها جميع التكاليف، بما في ذلك ما يتعلق بالأمانات التي تكون بين الناس، وكذلك ما يتعلق بالعبادات من صلاة وصيام وغيرها من العبادات، كل ذلك يعتبر من الأمانة. كذلك يدخل من باب أولى الأمانة التي يؤديها الإنسان عندما تودع عنده أمانة من الأمانات، فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة. فإذا أودع شخص عندك أمانة من الأمانات، أصبحت هذه من المسؤولية التي جعلها الله عز وجل على بني آدم. فقد عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المفسرون: إنه كان ظلوما، أي ظالما لنفسه، جهولا أي جاهلا بأحكام الله جل وعلا وبما أعده الله عز وجل للعصاة والمخالفين. فلذلك هو وقع في هذا الظلم وهذا الجهل. عندما ننظر إلى الأمانة، نجد بأن بعض العلماء قال: الأمانة سر الحياة. سر الحياة، لا نتصور أن الحياة تستمر ويكون هناك حياة في المجتمع إلا مع الأمانة. فإذا لم يخلص العامل في عمله، والصانع في صناعته، والمعلم في فصله، والطبيب في علاجه وعمليته، وكل أحد، والتاجر في بيعه وتجارته، وكل واحد في عمله، إذا لم يؤده بأمانة، فاعلم بأن هناك خراب في هذه الحياة وفساد في هذه الدنيا، ولا يمكن أن تستمر هذه القرية وهذه المجتمعات في بلد لا أمانة فيه. متى ما انتشرت الأمانة في مجتمع من المجتمعات، فإن ذلك سبيل وطريق للازدهار والرقي في المجتمع. فالأمانة سر الحياة، لا يطلع أحد على ما تقوم به سوى الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يطلع على عملك. فأنت عندما تؤدي العمل وتؤديه بتقصير، لا يعلم هذا التقصير سوى الخالق سبحانه وتعالى، إذا كان مما يمكن أن يدلس على الناس. فإذا قام الطبيب بعدم إتقان عمله، أو المعلم بعدم إتقان تعليمه، أو الصانع بعدم إتقان صناعته، أو الخادم بعدم إتقان خدمته، وكل واحد، أو التاجر بعدم صدقه في بيعه، فإنه سيكون هناك الفساد في المجتمع. ما هو الجزاء لمن أدى الأمانة؟ إن من يؤدي الأمانة فإن جزاءه عظيم في الدنيا وكذلك في الآخرة. العظم في الدنيا فإنه من خلال البركة في المال، البركة في الرزق، يجد ذلك في صحته وعمره، وكذلك في أولاده والحياة حوله. وإذا نظرنا إلى الجانب المهم وهو الآخرة، فإنه قد أدى ما أمر الله عز وجل به
من أداء الأمانة فوقع في رحمة الله سبحانه وتعالى. في قول الحق سبحانه وتعالى: إنه كان، أي أن الإنسان كان ظلوما جهولا. كان تأتي في اللغة العربية في موضعين: كان التامة وكان الناقصة. كان التامة هي ما كان ومضى، أي كان الأمس جميلا، فكان في الماضي ونحن نتكلم عن شيء قد مضى. ولكن هناك كان ناقصة، أي كان ولا زال، وهذه التي تسمى ناقصة. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ولا زال من الجن، فكان هنا ناقصة وليست كان التامة. ففي هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان هنا ناقصة، أي كان ولا زال. من فرط في حق هذه الأمانة فإنه ظالم جاهل. ظالم لمن؟ ظالم لنفسه، ظالم للآخرين. إذا كان الأمر يتعلق بالآخرين فأحيانا الظلم يكون قاصرا على نفسه، كما هو الحال بالنسبة للتفريط في العبادة، فإنه يكون قاصرا على نفسه. وأحيانا يكون متعديا، وهذا عظيم. إذا كان الضرر متعديا للآخرين فإنه يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. إنه كان ظلوما جهولا، أي جاهلا بحقيقة الأمور وبما أمر الله عز وجل به. فهذا الذي يقع في المعاصي فإنه يوصم بالجهل، ولو كان على قدر من المعرفة فهو جاهل. طالما أنه لم يؤدي ما أمر الله عز وجل به فهو جاهل. لذلك يجب على كل واحد في كل ثقر من الثغور، في أي باب من أبواب الحياة، أن يؤدي عمله بأمانة، وأن البركة في الرزق، وليس يبحث عن الرزق ولو محقت البركة، يبحث عن رزق فيه بركة ولو كان يسيرا. أحد الحكماء قيل له: من هو السعيد في هذه الحياة؟ فقال: السعيد هو من أدى الحق بينه وبين ربه، وقنع بما قسم الله عز وجل له به في هذه الحياة. تؤدي الحق الذي بينك وبين الله وتقنع بما قسم لك، ولا يعني ذلك عدم البذل وبذل الجهد، وإنما يبذل الإنسان جهده ويسعى، ولكن السعادة في أن تصلح فيما بينك وبين ربك أولا، ثم بعد ذلك تقنع بما حقق الله عز وجل لك. أداء الأمانة للموظف في عمله، للمعلم، للتاجر، للطبيب في عيادته، للرجل الأمن في حفظه للأمن، كل أحد ليعلم بأنه إذا لم يطلع مسؤولك أو الناس على هذه الخيانة، فاعلم بأن الله عز وجل هو الذي يطلع على هذه الأعمال كلها، وهو الذي سيجازيك عليها، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فالله عز وجل هو الذي حذر من خيانة الأمانة واعتبر ذلك ظلما وجهلا. نأخذ هذا الفاصل ونعود إن شاء الله إليكم مرة أخرى لتلقي أسئلتكم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. مليك فؤاد اتصل فذاق الأمان.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، شلونك؟ يا أهلا وسهلا. حبيت دكتور استفسر، بالنسبة لي أنا يمكن بعد فترة راح أسافر علاج. نعم. بس مو أنا المريض، بعد احتمال كبير أنه يدش علينا رمضان وإحنا هناك، أنا رايح ألمانيا بالضبط. نعم. يعني بالذات بعد حبيت أعرف شنو أحكام الصيام في الخارج. نعم. يعني خلال السفر، وهل في لها رخص، وإذا في لها رخص شنو كفارتها؟ يعني نعم. لو تكلمنا عن هالموضوع وجزاك الله خير. أخي الكريم، أول شيء نسأل الله عز وجل لقريبك الشفاء ولسائر المرضى. ما يتعلق بالمسافر مطلقا، سواء كان مرافقا لمريض أو هو مسافر للدراسة أو هو مسافر للارتباط بعمل من الأعمال التي تكلف فيه الدولة أو الشركة ونحو ذلك، فهؤلاء جميعا يدخلون في دائرة المسافر ورخص المسافر. هناك رخص موجودة للمسافر، منها الفطر في شهر رمضان بشرط أنه يقضي بعد ذلك. فإذا أفطرت ولو كان من غير مشقة، يعني الأصل أن المسافر يجوز له الفطر، فإذا كانت هناك يعني المشقة أو لم تكن هناك المشقة لا أشكال في هذا الأمر. أعلم بأن في هذه السنة سوف تكون أو رمضان سيكون طويلا بالنسبة لأوروبا، فبالنسبة لك يجوز لك أن لا تصوم وتقضي بعد ذلك متى ما عدت إلى بلدك في المستقبل، فهذا من الأمور الجائزة. بالنسبة للجمع والقصر، يجوز لك طوال فترة السفر، يجوز لك أن تجمع وتقصر الصلاة، وإن صليت في المراكز الإسلامية مع المسلمين كل صلاة في وقتها فذلك أفضل. إذن يجوز لك أن تأخذ برخص السفر ولو طالت المدة، على القول الصحيح من أقوال العلماء في هذا الباب، وذلك لعدم ورود حديث في تحديد مدة السفر بأيام محددة، لم يرد. والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما في تحديد سفر 3 أيام أو 16 يوما أو أكثر أو أقل، ما في تحديد، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أخ محمد تفضل. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله وجميع المشاهدين. يا مولانا، زوجة أبويا كانت متزوجة قبل أبي. نعم. وأبويا توفى والمرأة ذي ورثت من أبويا، هل أولادها من الزوجة الأول يرثوا من أمهم؟ مرة ثانية، زوجة أبي، زوجة والدك. نعم. كانت متزوجة قبل أبوي، قبل والدي كانت متزوجة. نعم. ومخلفة أولاد من الزوجة الأول. نعم. توفى والدي، ورثت. نعم. من أبويا. نعم. هل أولادها يرثوا من أمهم؟ أولادها من الزوجة الأول هي موجودة؟ أي موجودة. أي طيب، في حالة وفاتها بعد العمر المديد إن شاء الله، إذا توفيت فإننا ننظر إلى أولادها، فجميع الأولاد بالنسبة لها يرثون. أما بالنسبة لكونها ورثت، من أين قد أتت بالمال لا ننظر، هل أتت بالمال هذا هبة من زوجها الأول أو الثاني، إرثا من زوجها الثاني، ما ننظر من أين، فنتصور أنها ورثت مالا من زوجها الثاني وأصبحت مالكة له، ثم توفيت فيرثها أولادها من زوجها الأول وزوجها الثاني، ما في إشكال. نعم، ممكن يرثها أولادها من زوجها الأول. نعم. أخ سعود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الآن لو اقترضت من واحد قريب. نعم. وبرجع له طبعا المبلغ، لازم أرجع نفس المبلغ اللي أخذته. نعم. إذا أنا بكافئة هل يعتبر هذا ربا؟ يجوز لك أن تكافئه مكافأة غير مشروطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أفضل مما يأخذ، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد، فيجوز لك أن تزيد. فإذا اقترضت 1000 مثلا عند الوفاء تعطي 1050، 1100، لا مانع، بشرط ألا يكون ذلك مشروطا، لأن الربا زيادة مشروطة من غير عوض، هذا تعريف الربا، زيادة مشروطة،
فإذا لم تكن مشروطة فإنها لا تعتبر ربا، فلذلك يجوز لك أن تزيد، بل السنة أنك تزيد. هناك موقفان نقول لمن يؤدي الأمانة، لمن يؤدي القرض زد في قرضك، ولمن يستوفي حط من استيفائك. فإذا كنت قد أقرضت مثلا فقيرا أقرضته 1000 دينار، عند الوفاء وهو يريد أن يؤدي لك 1000، تقول له عطني مثلا 900، عطني 800 والباقي لك، فأنت تستوفي أقل. ونخاطب الذي يقوم بالوفاء نقول زد في وفائك، لكن بشرط لا يكون ذلك مشروطا، فإذا كان مشروطا فإنه يكون ربا، لأن الربا زيادة مشروطة من غير عوض. نعم، نأخذ اتصال. السلام عليكم. أي نعم، تفضل. يعطيك العافية شيخ. حياك الله شيخ. عندي سؤالين بس. تفضل. عندي شيخ، أنا تزوجت والزوجة اللي أنا متزوجها أمي وأبوي ما يبونها. نعم. فمتزوجت وسعيد معها وأبيها، فقالوا لي يجبروني إني أنا أطلقها، فطلقتها. نعم. بالمحكمة، بس ما تلفظ بالطلاق وأنا أبيها. نعم. فرحت سويت ورقة بالمحكمة إني أنا طلقتها، بس أنا هي على ذمتي ومو مطلقها. نعم. هذا السؤال. السؤال الثاني، ما حكم طلقة واحدة طبعا؟ إيه، طلقة واحدة. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما حكم مثلا في معاق وأنا مهتم فيه ومثلا آخذ من راتبه مثلا لي، هل هذا حلال أم حرام؟ نعم. الله، أخي الكريم، ما يتعلق بالطلاق، طالما أنك قد أقررت عن نفسك بالطلاق ولو توقيعا فإنه يعتبر طلاقا، وقد وقع الطلاق، فإذا حصل الشيء بينك وبين زوجتك، أخبرتها بأنك أرجعتها أو أي فعل يدل على الرجوع، فإنها تكون قد رجعت ومحسوبة طلقة واحدة. طالما أقررت عن نفسك بأنك طلقت يقع الطلاق. هذا الأمر. بهذه المناسبة أقول، لا يحق للوالدين إجبار الإبن بتطليق زوجته، هذا ليس من حقوق الوالدين. حق الوالدين في كل ما يؤدي منفعة لهما من بر ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالزوجة لهذا الإبن لا يتدخل من حيث الإجبار، ممكن يقدم النصيحة الأب، تقدم النصيحة الأم، أكثر من ذلك لا. ونتشدد في عدم إيقاع الطلاق، لأن موضوع الطلاق فيه إضرار في الغالب يكون في امرأة، فلذلك لا نفضل هذا الأمر، ودائما نوصي الأم والأب بالصبر عندما يكون هناك أي خطأ من زوجة الإبن. بالنسبة للمعاق، هذه من الأمانة، لا يجوز لك أن تأخذ لنفسك، ولكن تأخذ إذا كان لمصلحته هو، فتشتري له السيارة اللائقة به، وتضع له الخادم الذي يقوم بخدمته، أو الممرض الذي يقوم بتمريضه. أما لو كنت أبا أو أما، نحن لا نتشدد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك لأبيك. أما الأخ، العم، ابن العم، لا نتشدد في حقه، لا يحق لك أن تأخذ مقابل. وإذا كنت تريد أن تقوم بخدمته بمقابل بأجرة، تلتجئ إلى القضاء، تطلب منهم أو تكون أنت خادم له أو تقوم بخدمته بمقابل، فتكون أجيرا في هذه الحالة ولست وصيا عليه. فإذا كنت وصيا عليه، الأصل أن ذلك يكون بدون مقابل. نعم، تفضل أخي الكريم. تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام، مساك الله بالخير، كيف حالك؟ حياك الله، تفضل. عندي سؤال إذا تكرمت. تفضل. شيخ محمد، السؤال الأول، أنا عندي فيزا تيسير من بنك التمويل. نعم. وكما هو معلوم ما أقدر أسحب كاش من نفس البنك عن طريق الفيزا، لكن ممكن أسحب عن طريق بنك آخر سواء كان داخل الكويت أو خارج الكويت، ولكن عليها رسوم 6 دنانير. نعم. هل هذه يعني لها شبهة شرعية أم يعتبر كرسوم إدارية فتبع يعني تكون حلال، يعني ما فيها أي شبهة مالية غير شرعية؟ السؤال الآخر، بالنسبة حق التورق، هل في شبهة كعملية مالية شرعية
يعني أنا عن نفسي خذيت تبرع من البنك، لكن شاهد الله يعني ما شفت البضاعة قدامي. نعم. وقعت في البنك وخذيت الشيك في الشركة. نعم. هل فيها شبهة غير شرعية؟ أفيدني جزاك الله خير. أخي الكريم، ما يتعلق بالفيزا وكونك لا تستطيع أن تأخذ، نعم، لو كان أخذت منهم من نفس المؤسسة وهي التي تعطيك هذا المبلغ وتأخذ عليك مقابل إيصال هذا المبلغ، وهو في الحقيقة يعتبر على الحساب، لأن هذه البطاقة لها طبيعة خاصة تعتبر تعطي على الحساب، فهذا لا يجوز. أما كونك تكون في بنك آخر داخل البلاد أو خارج البلاد فهنا يشرع. لماذا؟ لأن هذه أجرة اسمها أجرة توصيل. أنت عندما تكون في أي دولة من الدول وتطلب من المؤسسة المالية أن تقوم بإيصال هذا المبلغ لك في أي بلد، ولو كنت في أوروبا أو في شرق آسيا، فهي تقوم بإيصال هذه المبالغ لك. بكل تأكيد هناك تكاليف للأجهزة، للموظفين في المتابعة، للجانب الأمني، هذه تكاليف تكون موجودة. هذه التكاليف تحسب وهنا تكون محددة. المعيار أو الفاصل في هذا الأمر في حال تأخرك في السداد، هل تزيد أو لا تزيد؟ إذا كانت أجرة فإنها لا تزيد في حالة التأخر في السداد. لو كانت المؤسسة تقليدية فإنه سيزيد المبلغ كلما تأخرت بالسداد، فهذا فارق جوهري. لنفترض لأي سبب من الأسباب شخص لم يسد الدين الذي عليه إلا بعد 20 سنة، ففي المؤسسة المالية فقط الستة اللي راح تدفعها، ما في زيادة. في المؤسسة التقليدية ستزيد كل سنة زيادة بعد زيادة، وتتركب هذه الزيادات عليك والفوائد، لأنها مرتبطة بالزمن، وهذا فارق كبير يبين لك أين الفارق بين العمل المشروع وغير المشروع، فلا إشكال فيها إن شاء الله. ما يتعلق بالتورق، أساساً البيع والشراء لا يشترط فيه الرؤية، فالأعمى يبيع ويشتري، ممكن يبيع ويشتري وهو أعمى. إذن لا علاقة لرؤية المبيع بصحة البيع وعدم صحة البيع، ولكن نحن نرتبط أن تكون هناك أو نشترط أن تكون البضاعة معلومة علما نافيا للجهالة، الثمن معلوما، أن يكون هناك تمكين من السلعة، بمعنى لو طلبت السلعة تستطيع أن تقبضها وتمكن أنت منها، وتمكن أي تحدد لك وتمكن منها. فإن كانت بهذه الأمور فلا إشكال فيها، ولو لم ترها، يعني لا نشترط إحنا الرؤية، فالأعمى يبيع ويشتري، الرؤية لا علاقة لها بصحة البيع وعدم صحة البيع، ولكن العبرة بتمكينه من السلعة، أنه ممكن من هذه السلعة، فطالما تمكن منها يجوز له أن يبيعها ويتورق. والورق هو كلمة تورق من طلب الورق، والورق الفضة، هذا المقصود بالورق، كأنك تريد من كل هذه العملية الحصول على الورق، والورق فضة، والدراهم أساسا من الفضة، والدنانير من الذهب. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فكأنك تريد دراهم. طبعا اليوم تغيرت الأمور وأصبحت الأوراق النقدية، لكن في السابق الأمر مختلف، فلذلك يسمى تورق، يعني اليوم الحصول على النقد، هذا معنى التورق. نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ حياك الله، تفضل يا أختي. لو سمحت أبي أسأل ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، هل يعني بنت عمي يعني من صلة رحمي عندنا مشاكل، هل يعني هم متقاطعين عليها؟ نعم. يعني تعتبر أن من صلة رحم يمشي لها وراضيها ولا كيف؟ نعم. والزوجة أخوي الناب يعني بنت ود عمي، وبيننا مشاكل إحنا ياها، يعني هي المنطقة قلبي ما زعلان عليها. طيب سؤالك الثاني أختي الكريمة. سؤالي الثاني عن موضوع نعم. يعني سؤال عشان زوجة أخي.
تفضل. لا تفضل، اي سؤال ثاني. السؤال الثاني، اختي مسوي طفل انا عبيد في الاردن والحمد لله عملت نجحت وسوت يعني 3 مضاد تجميل، قالوا لي عادي يعني مثلا تبيهم بعدين تكون من تربي وكده ترجعيهم على كيفك وكده تحطيهم يعني هناك تحتفظين سنة سنتين يعني مجمدة وتدفعين فيهم مبالغ، هل يجوز اني ودلهم عليهم مثلا اذا احتجت لهم بعدين اذا رديت بغيت تسويهم مرة ثانية؟ نعم. والله يجوز اني كنسل اتصل فيهم وكنسلهم. نعم. السؤال الثالث عن الذهب اللي لابسنه واللي يعني حال عليه الحول وما لبسته. نعم. هل يجوز ان عليه زكاة ونعتبره كزينة يعني قد ما سبحان ما صارت مناسبة اني لبسته. نعم. وعشان موضوع الزكاة، هل يجوز اني زكي على عاملتي؟ في تقول عندها ظروف ويعني تبغى تبني بيت وتعبان وعاملة هذه يعني جنسية ومسلمة الحمد لله. نعم. هل يعني زكاتي المال يعني فيها عاملة؟ والله يعني شخص. الله يعطيك العافية أختي الكريمة. ما يتعلق أول شيء بصلتك رحمك، حاولي تزيلين الخلافات اللي بينك وبين بنت عمك ولا تقطعينها، تواصلي معها بالمناسبات، تواصلي معها بالزيارات حسب العرف عندكم ما هي المناسبات التي تزار، فلا تقطعينها مهما كان السبب، وأنت بادري بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما يتعلق بالأطفال وتجميد ما يتعلق بالبويضة ونحو ذلك وتلقيحها، يجوز الحفاظ على البويضات الملقحة بشرطين. الشرط الأول أن تكون العلاقة الزوجية قائمة، يعني لازم ما تكون ما انتهت العلاقة الزوجية بين هذه المرأة وبين زوجها، فلا بد أن تبقى زوجة، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعني العلاقة الزوجية قائمة، الشرط الثاني حياة الزوج طبعا، اللي هو في حالة الوفاة تنتهي ويجب أن تعدم. إذن لا بد أن لا يكون الزوج متوفى. الأمر الثاني في حالة الحياة أنه تبقى الحياة، تبقى العلاقة الزوجية بحيث أنه لا يطلق هذا الزوج، فإذا طلق زوجته لابد أنهم يتخلصون. إذن أن يكون الزوج حيا. اثنين، ألا يكون قد طلق في حياته، فبهذين الشرطين ممكن تحافظون لسنوات عليهم طالما أن توفر هذان الشرطان. ما يتعلق بالذهب، الذهب المعد للزينة الذي تعدينه للباس ولو لم تلبسين لعدم وجود المناسبة لمدة سنة وسنتين وثلاث وأربع، ما عندنا مشكلة في ذلك، المهم أن ما أعد للباس القول الصحيح من قولي العلماء لا زكاة، لا زكاة عليه. وأي واحدة أخرجت زكاة لسنوات سابقة نقول لها ما ضاع شيء عند رب العالمين، أجرك ثابت إن شاء الله على نيتك، ولكن هل يجب؟ لا تجب الزكاة. الزكاة لابد أن نعرف ما هي الزكاة. الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال مخصوص. هنا مال مخصوص يفسر بأنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، الزكاة عبادة، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، يعني مو شرط أن يكون كل مال تجب فيه الزكاة، لذلك يعبر عنه العلماء حق واجب في مال مخصوص. الزكاة على العاملة يجوز لك أن تعطي خادمتك أو التي تعمل في بيتك، يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، لكن ما تعتبرين ميزة وظيفية، ما تعتبرين أن ذلك من الأمور التي لكي تبقينها عندك في البيت تقولين لها سأعطيك راتب كذا وأعطيك زكاة كذا، لا. فإذا كان تعطينها الزكاة ليس كميزة وظيفية لا مانع في هذه الحالة. نعم، ناخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله مرة أخرى لتلقي أسئلتكم. عن أبي ذر جندب بن جندب
قتادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. اهلا وسهلا بكم مرة أخرى، تفضل. تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. دكتور، أنا أمي اتطلقت من أبوي وأنا عمري سنة ونص. نعم. وما رباني، رباني خوالي وهذي. نعم. بعدين كبرت وتزوجت ويا ورحت له، رحت أحن عليه وأعطيه وهذه ورحت للأردن وقال لي أنا قاعد بجار، وقلت له أنا بشتريك بيت بس باسمي، إذا طاح صدام تعطيني البيت، هذا البيت بالعراق. نعم. بعدين أبوي يوم قام يماطل يعني بالبيت، طاح صدام وما رضى يعطيني البيت. سجلتيه باسمك ولا باسمه؟ لا باسمه. أيوة. ما يصير باسمي، أنا كويتي. نعم. بعدين قبل لا يموت يمكن بسنتين كذي حوله باسم اخوي. نعم. ولا قال لي ولا استشارني ولا ما ادري انا، بعدين يلا دريت. نعم. والحين ابوي مات، انا لا اصدق عليه ولا اعطي عليه وكرهته. نعم. وهذه، وانا ما قصرت وياه وبريت فيه. نعم. اكثر اخواني انا بريت فيه، وهو ما رباني، امي اللي ربتني وتعبت. نعم. عليه. فشلون شو اسوي يعني؟ اقول يعني هذا مهما يكون ابوي ولا نعم شنو. نعم. اختي الكريمه يا ام احمد، اول شيء جزاك الله خير انك انت قمتي ببر الوالدين. حق الاب وحق الام بسبب الايجاد، والدك هو سبب في ايجادك بعد الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الفضل لا تستطيعين إنكاره، سبب وجودك بعد الله هو هذا الأب. لولا هذا الأب، لولا وجود هذه العلاقة بينه وبين هذه الأم والدتك بالزواج، وهو الذي قد أنجبك، فكان سببا في وجودك بعد الله، كان سببا في هذه الحياة التي أنت فيها. هذا الفضل لا تنسينه، لا تنسين، يكفي فيه فضلا. كون يقوم بالتربية، كون لا يقوم بالتربية، أحيانا يموت الأب، أحيانا يسافر، أحيانا يصاب بعجز لأي سبب من الأسباب، هذا لا يعني أنه يقلل من مكانة الأب. فوالدك له فضل عليك، لا تقللين هذا الفضل من أنه حصل طلاق وتربيت عند أخوالك ونحو ذلك، لا يقلل من مكانته ولا يقلل من فضله، لأنه الخالق سبحانه وتعالى قد قرن بعد العبادة لله عز وجل وبالوالدين إحسانا. الوالدين سماه والد باعتبار أنه سبب في إيجاد وسبب في وجودك أنت في الحياة. فيا أختي أم أحمد، لا تقللين من مكانة والدك أنه فقط أنجبني وتركني سنة ونص، لا، لا تقولين هذا الكلام. قولي هو سبب في إيجادي بعد الله سبحانه وتعالى، وأنت مشكورة وجزاك الله خيرا على أنك قدمتي هذا المنزل، مشكورة على ذلك. بل إن كثيرا من الناس يقدم المنازل لعموم الفقراء، يحسن للفقراء والمساكين وعموم الناس، أنت أحسنت إلى والدك الذي كان سببا في إيجادك، فأنت مشكورة ومأجورة على هذا العمل. المنزل لك، ولو سجل صوريا باسم أبيك. كون يسجل باسم الأب لا يعني أنه ليس لك،
لا علاقة لنا بالتسجيل الصوري في السجلات. العبرة بالحقيقة، العبرة بمن يملك وليس العبرة بالسجل الموجود. فطالما أنك قد اتفقت معه بأنه ليس له وهو لك، ومجرد هذا التسجيل لاعتبارات معينة، فهو ملكك وليس ملكا لأبيك. وكونه قد سجله باسم عمك فهذا لا يعني أنك قد فقدت الملكية بالناحية الشرعية، أنت مالكة. فأقول لك بأن والدك هو له فضل عليك، واستمري بالدعاء له فهو سبب في إيجادك. وأما ما يتعلق بالأمور المالية فالأموال تذهب وتجيء، الأموال مد وجزر، تأتي وتذهب، وهي ليست الحياة وإنما هي جزء من الحياة، وهي أمرنا الله عز وجل بإقامة هذه الدنيا، ولكن لا يعني ذلك أن تكون هي الأصل. فأنت إذا كنت قد فقدت منزلا فهذه الأحداث الموجودة تشوفينها في العالم العربي والإسلامي، كم من شخص قد فقد منزله وتشرد وغيره، أنت بالنسبة لك لا زال في أمر ممكن تقومين به من مطالبة من إحسان. وإذا ضاع حقك في الدنيا فإنه لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. استمري في الدعاء والإحسان والصدقة، وهو والدك له فضل عليك، ولو كان هناك تقصير في جانب من الجوانب فيبقى حقه عظيم. بل أذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. الأب له أن يتصرف في أموال أولاده، له أن يتصرف في ذلك، وهذا مما قد يفوت على كثير من الناس. اشترط الفقهاء ألا يكون في حد إضراره بأولاده، فحتى التصرف اللي تصرفه هو بالبيت له أصل فقهي، وليس له أصل فقهي. أنت ومالك لأبيك يعني أنت وأموالك لوالدك، له أن يتصرف بشرط عدم الإضرار بك. فأختي الكريمة لا تنسين والدك بالدعاء، ولا تنسين فضله بعد الله عز وجل في إيجادك، وأحسني إليه وتصدقي عنه واستمري في الدعاء له، لعل الله عز وجل أن يغفر له خطأه وأن يؤجرك في هذه الدنيا والآخرة. نعم تفضلي يا أختي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي الأول هو أنه كان زوجي متزوج قبلي وحده، واكتشف ثاني يوم من عرسه أنه هي معها يعني عيب خلقي في الرحم. نعم. وهي وأهلها كانوا مخبين عنه هذا المرض، فصار خلافات بيناتهم، وهي رجعت لبيت أهلها، يعني قعدت عنده 5 أيام ورجعت، هي اللي طلبت الطلاق. نعم. فشو المستحقات اللي بحق لها تأخذهم يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو عن القرآن، بجوز أني مثلا أكون فاتحة القرآن بغرفتي وأنا مو قاعدة فيها؟ والثالث اللي هو أنه بصير أقرأ عن حماتي سورة الكهف كل جمعة لأنه هي ما بتقرأ. بس نشكر أختي الكريمة. ما يتعلق بالعيوب، العيوب في النكاح هناك عيوب محددة حددها الفقهاء، هي العيوب التي تعتبر في النكاح. فهذا الإطلاق هل يعتبر عيبا أو لا يعتبر عيبا لابد أن يبحث بشكل دقيق. ليست جميع العيوب الموجودة في الزوج أو الزوجة يجب الإخبار فيها إلا محددة التي تؤثر على العلاقة الزوجية فقط، أما بقية الأمور فإنها لا تؤثر، يعني لا تؤثر على صحة العقد. ففي هذا الخفاء احتمال أن يكون هذا ليس من العيوب التي يجب عليه أن يخبر فيها تخبر الزوجة الزوج فيها بالعيوب. إذن القاعدة في هذا الباب ليست كل العيوب يخبر بها الزوج، وإنما العيوب التي تؤثر على الحياة الزوجية، تؤثر على العلاقة الزوجية فقط. ولما تفتحين باب النكاح تجدين عيوب النكاح، افتحي هذا الباب، دخلي على عيوب الزوجة، شوفيها إذا كانت من ضمن العيوب فله أن يحق له أن يسترد المهر إذا ردها بمجرد العلم ولم يبقيها ولو لحظة أو يوم واحد بعد ذلك. بالنسبة
قراءة أو قراءة فتح القرآن في الغرفة وأنت تخرجين. إذا كان يعني أنت بالنسبة لك في المنزل وتنتقلين من غرفة لغرفة ما في مانع، أما أن المنزل فاضي وتحطين القرآن تطلعين، ما هي المصلحة؟ يعني هو الأصل في القرآن أنه يقرأ ويتلى حتى يستمع للناس، وليس غير ذلك. يعني هو يقرأ للإنسان، هو يقرأ من قبلك أو تستمعين له، فإذا كان في أحد في المنزل ما في مانع، أما تحطينه وتطلعين يعني ما في أحد، لا أجد له مصلحة في هذا الأمر ولا أجد له يعني غاية. قراءة سورة الكهف يجوز لك أن تقرأين وتنوين الأجر لأحد، لا مانع، لكن لا تشترطينها، يعني لا تعتبرين أن هذا عبادة من العبادات اللي لابد أنك تؤدينها، لكن يجوز إهداء ثواب العبادات بشكل عام. نعم أم عبد الله تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية. حياك الله. لو سمحت دكتور محمد، عندي بالمرة يعني متى استراحة ونخرج كذي، في عزك الله كلب ونحطين له صبي هناك، يعني جاب له يعطي أكل وشرب ماء يعني شرب وكذي، فالحين ما في أحد هناك في البر. فأنا بس آلي يعني يجوز إن أنا أخليه في البيت، ما عندي مكان برا، فأخليه مثلا في السطح فوق. وين تخلينه داخل الغرف ولا في لا حوش البيت؟ لا حوش البيت صراحة ما عندي مكان، وبعدين إزعاج من حق الجيران. في فوق فين في سطح البيت يجوز ولا ما يجوز؟ سطح البيت مع فوق ما في أحد. نعم، أخصص له مكان بس عشان حرام يعني حسب ذمتنا يعني. نعم طيب، في سؤال ثاني؟ لا شكرا، العافية. الإشكال حياك الله، الإشكال أن لا يكون في الغرف، أما إذا كان خارج المنزل، في أحيانا تكون منازل كبيرة مساحاتها كبيرة جدا ويكون فيها الحوش أو المرافق التابعة لها، فهذه تعتبر خارج الدار، لا يكون داخل الغرف، لا يكون داخل اليوم عندنا الصالات والغرف، لا يكون في الداخل. إذا كان في الخارج بأي طريقة، سواء كان بأماكن لا يدخل داخل المنزل، يكون في السطح مثل ما ذكرتي، في أماكن محددة، أنه يكون في الحوش المنزل خارج المنزل، ما في مانع. الإشكال هو لا يدخل الكلب داخل الغرف، داخل الأماكن التي يجلس فيها الناس، سواء كان من صالات وغرف، هذا هو الأصل. فالثابت لما انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الجرو كان داخل الغرفة تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا نقول لا يشرع. أما إذا كان في الخارج، حوش المنزل، في السطح مثلا، إذا ما كان في إزعاج للجيران وغيره، ما في تعدي على الآخرين، فالمسألة فيها سعة إن شاء الله. نعم أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله خير يا شيخ البرنامج جميعا، تفضل. من فضلك الشيخ، في البداية بس كان في مسألة شخصية كنت عايز أعرضها على حضرتك بعد البرنامج إذا في إمكانية. تفضل باختصار. الأول يا شيخ، في واحد زميل لي بيبتدي دوام من الساعة 2 الظهر، يخلص الساعة 12 بالليل. نعم. ويبتدي دوام تاني من الساعة 7 الصبح، يخلص الساعة 12 الظهر. نعم. فلما بيروح ما بيكونش قادر ان هو يفضل صاحي لحد صلاة العصر، فبينام فصلاة العصر بتروح عليه، ايه حكم انه هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر قبل ما ينام؟ نعم. السؤال الثاني، هو يعتبر من يعني المسافرين اللي جايين البلد ولا يعتبر؟ لا هو مقيم حضرتك الشيخ، مقيم، لكن هو من اهل البلد ولا جاي لفترة مؤقتة العمل ثم يعود الى بلده؟ هو جاي فترة مؤقتة على حسب العقد، يعني سنتين او ثلاثة. نعم. السؤال الثاني، يعني كم يجوز للخاطب أن ينظر لخطيبته قبل الجواز؟ كم يعني ولا ما هو؟ لا كم مرة، يعني كم مرة؟ خطيبته منقبة، هل يجوز ينظر لها مرتين ثلاثة أربعة؟ نعم. قبل العقد الشرعي. طيب. يعني في سؤال ثاني؟ السؤال الثاني، بالنسبة للشيخ، يعني يحكم الفرد المسلم لما يتعمد تعطيل مصلحة لأخيه المسلم، وهل يجوز الدعاء على واحد مسلم ولا لا يجوز؟ نعم. طيب أخي الكريم، ما يتعلق
الجمع الأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، ما يكون هناك جمع في الصلوات. إذا كان هو يعتبر من المسافرين وليس من أهل البلاد ممكن أنه يجمع في هذه الحالة باعتبار فتوى السفر وليس لاعتبار آخر، فالأصل أنها تصلى الصلوات في وقتها. كم مرة ينظر الزوج لزوجته؟ مرة واحدة يعني ينظر، إلا إذا كان هناك أمر خاص أنه لم يستطع النظر لأي سبب من الأسباب. لكن ما ورد في الحديث انظر منها ما يدعوك لنكاحها، فهم منه الفقهاء أنه ينظر مرة واحدة في الجلسة الواحدة، يكرر النظر لأشكال، لكن أنه كل شوي كل يوم يريد أن يطلب رؤية، يطلب مرة ثانية رؤية واليوم الثالث رؤية، لا فقط يعني رؤية الواحدة. ابن الجوزي تكلم عن تكرار النظر في الجلسة الواحدة وليس أنه كل يوم يأتي ويطلب رؤية، فلا أعرف أنه أكثر من زيارة واحدة، ما أعرف أكثر من ذلك، فأميل إلى أنها زيارة واحدة، إلا إذا كان هناك ظرف خاص لهم ظروفهم الخاصة. أتصور أن يكون هناك ظرف خاص يمكن لا أستحضره الآن، قد تتكرر، لكن غير ذلك ليس مرات عديدة، وإنما الأصل أنه يكتفي بنظرة واحدة أو في جلسة واحدة. بالنسبة للدعاء، لا تدعو على المسلمين، لا تدعو عليهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو على مسلم، لكن هناك حالات استثناها العلماء كما قام الإمام علي كرم الله وجهه في بعض المواضع، وهذه أمور لها ظروفها الخاصة أوردها الحاكم في المستدرك للإمام علي كرم الله وجهه في بعض المواضع، ولكن الأصل أنك لا تدعو على أي مسلم إلا إذا كان هناك أمور يعني شديدة جدا. نعم، الأخوة في الكنترول أخبروني انتهى الوقت، أشكركم على متابعتكم الكريمة، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.